انا الفترة الاخيرة ما كنتش بدور على افلام اكشن او رعب او سوبر هيروز. عارفين الافلام اللي وانت بتتفرج عليها حاسس انك نسيت همومك كلها، بقت همومك هي هموم الشخصيات الموجودة في القصة، بتديك دروس ومواقف ممكن تتعلم منها حاجات كتير وتطلع من الفيلم بمعاني وافكار جديدة. وعشان كده فانا جمعت لكم في القائمة دي اكتر من 20 فيلم، دول اكتر افلام اثروا فيا وغيروا من تفكيري كتير، فمش هخليهم لنفسي بقى، امال انا عامل قناة اليوتيوب دي ليه؟ فقبل ما نبدا بقائمة الافلام يا ريت نوصل الفيديو ل 5000 لايك، لان ده فعلا بيفرق جدا معايا شجعني ان انا اكمل. حاسس ان اليوتيوب معاندني شويه ان انا اوصل ل 100000 سبسكرايبر قبل ما السنه تخلص، فلو دي اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب للقناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه، ويلا بينا على طول نروح للفيلم رقم 22. اوقات بيكون التمرد هو الحل، الهروب من المجتمع اللي انت عايش فيه، الهروب من النمطيه والخروج عن المألوف لتجربه الحياه بطريقه مخلوقه ليك انت بس، انت اللي تحددها مش حد تاني. فيلم انتو ذا وايلد اللي بيحكي احداث حقيقيه. كريستوفر الشاب المتفوق اللي بيتخرج من الجامعه ولكنه بيصطدم قرارات الأهل، وزي ما متوقع في المجتمع ان هو هيشتغل بشهادته شغله نمطيه جدا، بس ده هو عكس كل اللي بيتمناه كريستوفر. وهنا بيقرر يهرب، بيولع كل فلوسه وهدومه واي حاجه هتعرف الناس مكانه، بيتجه لألاسكا في رحله لاكتشاف الحياه وانك تعرف انت فعلا بتحب ايه، مغامره بدافع الانطلاق والتحرر من القيود، ولكن في نفس الوقت كانت انتقام من اهله اللي مسيطرين عليه. فهل كانت بقى تجربه تستحق؟ فيلم انتو ذا وايلد من الافلام اللي محتاجه منك صبر عشان تستوعب رسالته، بس هو فعلا كان فيلم مميز، ومع مشهد النهايه لازم تبتسم. ولازم اقول ان هو غير مناسب للمشاهده العائليه، لان كان في مشهد كانت مدته دقيقه او اقل يعني، فقلت برضه اقول. ونروح على طول للفيلم رقم 21، واحد من اجمل الافلام اللي شفتها الفتره الاخيره، لما الاحلام تكون هي الطريقه الوحيده للسعاده. ايه رايك في قصه فيها جزء من احلامك وجزء تاني من الحقيقه؟ هل مع الوقت هتفرق بين ولا حياتك هتصبح حلم؟ فيلم بيج فيش اللي انا متاكد ان انت لما تتفرج عليه هتستغربه وممكن ما تفهموش، بس هتحسه على راي نولان. ادوارد بلوم راجل مسن عاش حياته كلها هو بيحكي قصص حصلت له، وفي نفس الوقت بيدخل فيها حكايات خياليه. كل اللي كان يعرف ادوارد بيحبه كان شخص محبوب جدا، بس الشخص الوحيد اللي كان مش بيتقبل اي حكايه بيحكيها هو ابنه، لان هو مع الوقت بيكتشف انه ما يعرفش اي حاجه حقيقيه عن ابوه. بس هل هو ما يعرفش فعلا ولا يعرف ومش عايز يصدق؟ ما بيصدقش مثلا ان ابوه اصطاد قبل كده سمكه كبيره اسطوره لقى جواها الخاتم اللي اتجوز بيه، قابل ساحره قالت له انت هتموت بانهي طريقه. القصه ممكن ما تكونش ان هي اكتر قصه تجذبك تتفرج على فيلم، لان حلاوه الفيلم ده مش في القصه ولكنها في المواقف الصغيره اللي بتوصل لك رسائل كتير. مع ان في اول الفيلم يبان ان هو طفولي شويه، ولكن مع الوقت هتشوف قصص ودروس عن الحياه، من اول علاقه الابن مع ابوه للجانب الفلسفي عن الحياه وعن الانسان نفسه، عشان نوصل للسؤال المهم، انا مين وايه دوري في الحياه. الغريب ان الراجل بيموت بس قصصه بتستمر في الحياه، وهنا بيتحول الراجل اللي مات ده لاسطوره خالده. فيلم بيج فيش يستحق المشاهده، وانا عن نفسي اتفرجت عليه صدفه، تقريبا ما شفتش حد اتكلم عن الفيلم ده قبل كده. ونروح للفيلم رقم 20، واحد من افضل الافلام اللي انا اتفرجت عليها واتكلمت عنه قبل كده في فيديو عن افضل 20 فيلم شفتهم، ابقوا شوفوا الفيديو هتلاقوه تحت في الديسكربشن. فيلم جود ويل هانتنج، ثنائيه روبن ويليامز ومات ديمن، كانت استثنائيه بصراحه. قصه ملهمه مليانه بدروس تتعلمها عن الحب والاصرار والاختيارات اللي هتقابلك في حياتك، فاكيد طبعا كان لازم يكون موجود في الفيديو. ويلا بينا نروح للفيلم رقم 19، الفيلم اللي كسب اوسكار لسنه كام؟ 2021، هو فيلم كودا. كلمه اختصار Child of Deaf Adults. فيلم بيتكلم عن العيله المكونه من الاب والام والابن والابنه، كلهم من الصم والبكم ما عدا البنت. بيعيشوا على صيد الاسماك وبنتهم هي الوصله بينهم وبين العالم اللي حواليهم، خصوصا ان بيطلع قانون لصيد الاسماك ان لازم الناس اللي بتصطاد دي لو هم من الصم والبكم يكون معاهم واحد بس على الاقل بيعرف يتكلم. بس في النهايه هي بنت شابة، المسؤولية صعبة عليها لأنها في نفس الوقت بتحاول تطلع وتكتشف العالم، بس بما إن هي تقريبا قائدة للعيلة فده بيكون صعب. فيلم عاطفي بامتياز، وده واحد من أكتر الأفلام اللي احترمتها آخر كام سنة. الفن في معناه الخام في فيلم كودا، فلازم تشوفه. ونروح للفيلم رقم 18، أنا اتفرجت عليه أكتر من مرة لأنه من الأفلام اللي بتوصل قيم ومعاني جميلة، من بطولة شخص مصاب بالشلل الرباعي في معاناة بسبب الإصابة الجسدية اللي عنده، وعشان كده بيحتاج لواحد يشتغل عنده ويساعده في يومه من أول. وهنا ادريس بيقدم على الوظيفه، شاب افريقي بيكتشف بقى ان الوظيفه دي مختلفه عن اللي هو قراه، وبنشوف التحول للعلاقه بين ادريس وفيكتور، من واحد غني مشغل خادم عنده لاتنين كل واحد فيهم بيكتشف حياه جديده مختلفه عن حياته القديمه، التجارب اللي بتخاف منها واخيرا بتقرر تجربها، العلاقه اللي خايف تدخلها بس اخيرا قررت ان انت تواجه مشاعرك. الفيلم قصته كلها معاني ايجابيه ما بنشوفهاش في افلام اليومين دول المحشيه بالاجندات، فصراحه فيلم مش هتندم ان انت تتفرج عليه، فعلى ضمانتك. ونروح على طول للفيلم رقم 17 معانا، هو واحد من الافلام اللي انا قيمتها 10 من 10، فلسفي ودرامي من الدرجه الاولى، وهو من افضل افلام جيم كاري وذا ترومان شو، وبرده
اتكلمت عنه اكتر في فيديو افلام قيمتها 10 من 10، فهتلاقوا كل الحاجات دي موجوده عندي في القناه. واحد من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي عامه، قصه كانت ملهمه وفي نفس الوقت فيها وجهات نظر يعني تخليك تفكر في حاجات كتير حواليك، واعتقد ان اي حد بيتفرج عليا فهو شاف الفيلم قبل كده، فلو شفته بقول لي رايك تحت في الكومنت. ونروح للفيلم رقم 16 اللي بيحكي احداث حقيقيه. فيلم تقليدي وقصه نجاح، بس هي حصلت فعلا في فيلم ذا بلايند سايد. شاب فقير بسبب تعليمه ما قدرش ان هو ينضم لفريق كره قدم امريكيه، وبسبب مشاكله العائليه وانه انتهى بيه الامر في الشوارع ما كانش حد متوقع له النجاح، ولكنه بيبدا يظهر من العدم بعد ما بيتم تبنيه من عيله ثانيه، وبيبدا في تحقيق حلمه وبيكون واحد من اهم لاعبين كره القدم الامريكيه. الفيلم بيناقش قضايا كتير زي التنمر والعنصريه واطفال الشوارع. من الاسئله المهمه برضو اللي بيناقشها الفيلم، هل عادي انك تتبنى طفل من الشارع من غير خوف او عدم ثقه ان ممكن في النهايه تكتشف انه كان قرار سيء؟ في الحقيقه النهايه كانت سعيده نوعا ما، ولكن في الفيلم ممكن بقى تشوف الفيلم بنفسك. ونروح للفيلم رقم 15 وهو الاعلى تقييم في تاريخ السينما على IMDb، وطبعا هو من اشهر الافلام، يعني هنا بتكلم على شوشانك ريديمشن، واللي بالمناسبه برضو احب اقول لك ان انا قيمته 10 من 10. فمش عايز اطول عليكم في افلام انا اتكلمت عنها قبل كده، فنروح للفيلم رقم كام؟ 14. النهايات السعيده بنشوفها كتير في الافلام، ولكن في الحقيقه في حالات بتكون نهايتها تستحق المعاناه اللي حصلت طول حياتها، وهنا معانا قصه تقريبا انت مستحيل تصدقها، ولكن المستحيل بيتحول لممكن في فيلم ليون. مش هوليوود بس اللي عندها قصص نجاح، لان بطلنا بيتحول من لا شيء الى واحد ما كانش حد يتوقع له انه يكون في المكان ده، ما عندوش الامتيازات والرفاهيات اللي عند ناس ثانيه، بس هو قدر يعملها. طفل هندي عنده 6 سنين، اخوه بيسيبه نايم في واحده من محطات القطارات البعيده عن بيته، ولما بيصحى بيتفاجئ ان هو لوحده لاول مره. بيخش قطر عشوائي معتقدا انه هيلاقي اخوه، ما كانش يعرف انها بدايه رحله حياته الجديده، لان بعد كده بيلاقي نفسه في مدينه حتى مش عارف اسمها، وبعد معاناته في الشوارع بيوصل لاسم شرطه، وهنا بقى الحظ او نقدر نقول القدر بيلعب دور. عيله استراليه بتتبناه، ولكن مع الوقت بيبدا يبحث عن حياته الحقيقيه وعيلته ووطنه اللي سابهم زمان. فيلم ليون مقتبس من كتاب كتبه الراجل صاحب القصه الحقيقيه. الفيلم ترشح لجوائز كتير، ويعني من الافلام اللي رشح لاي حد ان هو يتفرج عليه. ونروح للفيلم اللي بعده رقم 13، وهو اول فيلم انيميشن معانا في الفيديو، فيلم انسايد اوت. ولو ما بتحبش افلام الانيميشن فلا، انت برضه لازم تتفرج عليه، لانه مش مجرد قصه طفوليه. الفيلم بيناقش فكره الذكريات اللي بتفضل معاك طول حياتك، مشاعرك اللي بتتغير كل يوم وازاي انت بتتفاعل معاها، الاحداث بتكون داخل عقل طفله، ازاي بيتم التحكم في المشاعر وازاي الذكريات بتتخلق جوه عقلك، وكل ده بطريقه مسليه ومثيره للاهتمام لابعد درجه. المشاعر الخمسه اللي موجوده عند كل واحد فينا، الغضب، الفرحه، الحزن، الاشمئزاز والخوف، بس اللي بيسيطر عليك مختلف عن غيرك، انت اللي في ايدك تختار مين اللي هيقود زمام الامور داخل عقلك. وعشان كده فهو بالنسبه لي واحد من افضل افلام الانيميشن اللي انا شفتها، وانا عامه مش من عشاق الانيميشن قوي، يعني مش اكتر واحد يتفرج على افلام انيميشن، فكون ان انا حبيت فيلم انيميشن للدرجه دي فهو هيعجبك. ونروح للفيلم رقم 12 معانا، الهوس بالنجاح والتخلي عن كل ما يعيقك في الطريق، حتى لو كان شيء بتعمله او حد انت بتحبه قريب منك. هل عندك استعداد انك تتخلى عن كل ده مقابل انك توصل لهدفك؟ ولو عملت كده فهل اصلا هتوصل لهدفك في النهايه ولا لا؟ فيلم وبلاش يمكن من افضل 5 افلام شفتهم بيتكلموا عن قصص النجاح، فكره العزيمه والاصرار والوصول للهدف اللي انت رسمه لنفسك، وزي الجمله اللي بحبها في الفيلم انه عايز يكون من العظماء. وطبعا ما ننساش الاداء التمثيلي العظيم من جي كي سيمونز، ومن احلى النهايات اللي انا شفتها في الافلام، لان هي كانت نسبيه، كل واحد هيفهمها بطريقه مختلفه على حسب تقبله لقرارات بطل الحكايه. فيلا بينا نروح للفيلم اللي بعده رقم 11، وهو برضو من الافلام التحفيزيه. يمكن القصه كانت تقليديه بس ممتعه بصراحه، وفيها كام حاجه مختلفه كده، من احدث الافلام في الفيديو من انتاج نتفليكس وفيلم هاسل. ستانلي شوجرمان اللي بيقوم بدوره ادم ساندلر في اداء درامي قوي، كشاف للمواهب ولاعبين كره السله، بيكتشف لاعب شوارع اسباني، بيبدا معاه رحله السعي للمجد وسط تعثر مادي لستانلي، ونجاح اللاعب ده بقى هو اخر امل ستانلي في ان هو يعني ينجو بعائلته، في نفس الوقت لازم يحافظ على وظيفته. يمكن قصه الفيلم تقليديه عشان اكون صريح معاكم، بس اللي عجبني بقى في الفيلم ان هو ما صنعش قصه تقليديه بس، ضاف عليها كتير مشاهد ومواقف بين اللاعب والمدرب، واللي خلق عند المشاهد تعلق بالشخصيتين اللي معانا، وده فخ بيقع فيه افلام تحفيزيه كتير، انك ما بتلحقش تتعلق بالشخصيه الرئيسيه اللي معانا بشكل كفايه، بمجرد ما تنتهي القصه خلاص على كده. يعني مثلا فتره التدريب للاعب كانت اكبر جزء في الفيلم والامتع من وجهه نظر، جانب كوميدي في الفيلم مش
مش سيء ابدا، لان هي بتكون وسط معاناة الشخصية، فده كده يعني بيخليك تحس ان الشخصية واقعية اكتر، لان كلنا بنضحك وسط همومنا يعني، فهنريليت واحنا بنتفرج. فيلم هاسل اثبت ان ادم ساندلر لسه عنده كتير يقدمه خصوصا في الاداء الدرامي. وبما بقى اننا وصلنا للفيلم رقم 10، فما تنساش لو لسه مش عامل لايك للفيديو انزل اعمل لايك بسرعة، ولو لسه مش مشترك في القناة فممكن تشترك برضو. عايزين نوصل بقى ل 100,000 سبسكرايبر بعد الفيديو ده. انا عارف ان هي صعبة عامة، بس قلت افكركم. فيلم من انتاج سنة 1946، بس يمكن من افضل الافلام اللي في الفيديو كله. لما الواقع بيتحول لمعجزة، في الكريسماس كل الاطفال بيكونوا فرحانين بالهدايا بتاعتهم ما عدا واحد بس، واقف بيبص على المية اللي تحته بيشوف انعكاس وبيتمنى ان هو ما يكونش موجود. راجل من اسرة بسيطة بيعيش في نيويورك، بيلي من الناس الطيبة اللي بتتعامل مع الناس كلها بحسن نية، بيحلم انه يسافر بس ما بيقدرش يسيب البلد في ايد الراجل اللي عايز يشتري البلد كلها عشان يبني مجمع باسمه. بيلي بيقف في وجه بوتر وبيحاول ان هو يمنعه من تنفيذ مخططه. اخر شركة بوتر كان بيحاول يشتريها هي شركة بيلي، اخر امل للبلد ان هي تبقى كما هي، لكن بيلي مقتنع ان مش هو اللي هيغير العالم، هو لا شيء، وان حياة زوجته واولاده كانت ممكن تكون احسن من غيره هو ومشاكله، بس بسبب موقف واحد كل حاجة بتتغير. فيلم اتس وندرفول لايف لما شفته يعني قلت ان انا لازم اتكلم عنه في اقرب وقت، واظن مفيش انسب من الفيديو ده. فيلم عظيم من اخراج فرانك كابرا ولازم تتفرجوا عليه. ونوصل للفيلم رقم 9، مين بقى هنا ما شافش التحفه الفنيه بيرسوت اوف هابينس؟ من الافلام الايقونيه اللي غالبا كلنا اتفرجنا عليها. مش هتكلم كتير عن الفيلم الا اني هقول ان انا بحبه وبتفرج عليه كتير جدا. عارف انت الافلام اللي شفتها وانت صغير وقعدت تتفرج عليها كتير لحد ما كبرت؟ طب بصراحه بمشاهده العظيمه دي يعني صعب يتنسى. لو ما شفتوش الصراحه فالقناه دي بقى مش مكانك عامه. ما تزعلش مني يا عم، انا زي اخوك بس يعني أقول لك الصراحة. ونروح للفيلم رقم 8، فيلم غنائي عن الشغف والأحلام، The Greatest Showman، وعن قصة حقيقية بالمناسبة. الصعود من الفقر إلى قمة الهرم الاجتماعي أو هرم أوسلو للاحتياجات البشرية. بصوا الفيلم ده مش هيعجب الكل، لأن أنا فرجته لواحد صاحبي ما حسيتوش إنه كان في قمة سعادته بعد الفيلم، بس هو ما كانش معترض وما كانش شايف في نفس الوقت إن هو فيلم سيء. يمكن هو تقليدي شوية، بس فكرة إن هو فيلم غنائي فده خلاه مختلف عن باقي الأفلام اللي في القائمة. وأه برضه يمكن هو الفيلم الوحيد اللي فيه أفكار سياسية في القصة، فعشان كده برضه مش هيكون مفضل لكل الناس. وخلينا بقى نرجع لفيلم عظيم معانا في الفيديو، واحد من افضل الافلام اللي انا اتفرجت عليها من بطوله توم هانكس، هو فيلم فورست جامب. مين لسه ما يعرفش مين هو فورست جامب؟ الراجل صاحب القدرات العقليه والذكاء المحدود جدا، بيحقق اللي ناس كتير قدراتهم اعلى منه وما قدروش يوصلوا حتى الجزء من اللي قدر يعمله الراجل ده. الراجل الهم كل اللي حواليه لانه قدر يكون استثناء. فيلم عظيم قيمته 10 من 10، وما اقدرش ما احطوش في فيديو زي ده، يعني من اكتر الافلام اللي انا استمتعت بيه جدا. يخليك تفكر شويه مع نفسك كده في حاجات كتير يعني انت بتقنع نفسك ان انت مش قادر ان انت تعملها مع انك مجربتش حتى. الفيلم رقم 6 معانا بقى بيقول لك ان انت عادي، انت مش مميز بسبب نظره الناس ليك اللي مش بتساعدك انك تشوف نفسك شخص فريد من نوعه. وولتر بيشتغل في مجله في قسم التحميض، وظيفه تقريبا محدش في المجله مهتم بيها. وولتر كان قاعد قدام الكمبيوتر بيسجل في موقع عشان يقابل ناس جديده، ولكنه بيتفاجئ ان مفيش معلومات كافيه عنه على النت، لازم يكتب حاجات مثيره للاهتمام عشان يحمس الناس تتكلم معاه. هنا وولتر بيكتشف ان حياته تقريبا كانت بلا هدف، فبيبدا رحلته في اكتشاف وتجربه حاجات جديده هو ما كانش متوقع خالص ان هو ممكن يعملها. الاخراج كان من اكتر الحاجات اللي شدتني في الفيلم. الفيلم متقسم للفرق بين الحياه المظلمه لولتر داخل المجله قاعد في قبو وحياته اللي بتنتظره يكتشفها خارج عمله، والرحله لاكتشاف الذات والوصول لهدفك الحقيقي ووجودك في الحياه. واحد من احلى افلام بين ستيلر اللي كان هو البطل والمخرج في نفس الوقت، وقدر ان هو ينجح في الدورين. وبما بقى اننا خلاص وصلنا لاخر 5 افلام او نقدر نقول التوب 5، فعايز اقول لكم ان الفيديو ده من غير ترتيب، كل الافلام اللي في الفيديو انا بحبها. يمكن في افلام الصراحه بحبها اكتر من افلام تانية، بس مش معنى ان في فيلم رقم 5 يبقى ان هو احلى من فيلم رقم 20. فعامه انا بحكي لك عن كل فيلم، بحاول ان انا ما احرقش عليك اي حاجه، وانت بقى تجربه مشاهدتك هي اللي هتحكم. ممكن تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، عايزين نوصل 100,000 سبسكرايبر. في مدرسه ممتلئه بالتابعين للنظام والنمطيه، مكان حابس للاحلام المكبوته بيخرج منه ضوء للحريه والتفرد. جون كيتينج مدرس للشعر بيحاول اقناع المراهقين بالثوره على النظام اللي بيمنع ان اي حد يكون مبدع وملهم لغيره، الخروج عن اوامر الاهل اللي حولتهم لعبيد بيطيعوا الاوامر من غير حتى التفكير في احلامهم وشغفهم، التمرد على المدرسين اللي بيمنعوهم من الخروج من اسوار المدرسة، مع ان انا شايف ان ده مش حاجة وحشة يعني. روبن ويليامز بيقدم اداء عبقري، واحد من اكتر الافلام اللي بحبها للراجل ده. مش بنكتب الشعر عشان القوافي والتجانس بين الالفاظ، لكن عشان نوصل معنى صعب يوصلك بالكلمات العادية. بيبدأ الطلاب في اتباع جون كيتينج في الطريق نحو الحرية. فيلم ديد بوتس سوسايتي من الافلام اللي انت لازم تتفرج عليها عشان هيغير كتير من افكارك. ونروح للفيلم رقم 4، وانا عارف ان انت ممكن تكون سمعت عن الفيلم ده زمان قبل كده، كان بيتعرض كتير على MBC 2، كان بالنسبة لنا واحنا صغيرين فيلم كوميدي، بس
بس لما تتفرج عليه تاني هتكتشف هو كان بيحاول يوصل ايه. مغني وعازف جيتار بيطرد من فرقته الموسيقيه، فبيروح يشتغل وبينتحل صفه مدرس في مدرسه اعداديه، بيحاول يقنع الطلاب اللي في فصله ان هم ينضموا لفرقه روك، بس هتقابله مشاكل كتير من الطلاب واداره المدرسه. فيلم سكول اوف روك من الافلام اللي انت حبيتها وانت صغير وهتحبها لما تشوفها وانت كبير. ونروح على طول للفيلم رقم 3، وقصه العيله المكونه من 6 افراد، الجد اكبرهم واصغرهم بنت مش فاكر كانت كام سنه بصراحه، بيعانوا من مشاكل ماديه واجتماعيه ونفسيه، كل واحد منهم عنده حقد على التاني، مش بيقدروا يتجمعوا في مكان واحد مع بعض، بس البنت الصغيره بتسافر عشان تشارك في مسابقه ملكه جمال الاطفال، وبكده العيله بتتجمع مع بعض في رحله بعربيتهم القديمه عشان يدعموها تحقق حلمها، وهنا بتبدا قصه فيلمنا ليتل ميس سانشاين. في اللحظه اللي بتبدا المشاكل تكتر حواليهم بيكون حلمهم الاول والوحيد هو تحقيق حلم البنت دي، لان هي بمثابه طوق النجاه لبقاء العلاقه بين العيله كلها. افكار الفيلم كانت جميله وبيوصل لك فكره ان يعني العيله هي اهم ما تملك في النهايه. واخيرا وصلنا للفيلم الثاني معانا في الفيديو، اروين اللي بتستلم وظيفتها في مدرسه حكوميه، تدريجيا احلامها بتتحول من ان هي تقوم بشغلها وتكون بيئه عمل ناجحه وصحيه للطلاب، الا ان هي بتكتشف ان هم فشله ميؤوس منهم، الموضوع بايظ من قبل ما يبتدي. فيلم فريدوم اوف رايترز لازم تشوفه، خصوصا لو انت في فتره امتحانات او لسه بتدرس عامه، مدرسه بقى، جامعه، اي حاجه، فاتوقع ان الفيلم ده هيعجبك. وبما اننا بقى خلاص بنختم الفيديو، فانا سايب فيلم عظيم شفته اكتر من مره، واحد من اكتر الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي، مش بس من افلام الانيميشن. ميجيل عنده 12 سنه، شغفه وحبه هي الموسيقى، ولكن العقبه اللي قدامه هي عيلته اللي بتمنعها، لكن ميجيل بيقرر ان هو يكمل طريقه، بيقابل الموسيقي المفضل ليه في المكسيك، وبيبدا يكتشف اسرار عن عيلته. وعايز اقول لك انك لو لسه ما شفتش فيلم كوكو فانت فايتك كتير. وعامه لو في فيلم انت حابب ان انت تبدا بيه القايمه دي فممكن تتفرج على فيلم كوكو. فلو وصلت لهنا احب اشكرك ان انت اتفرجت على الفيديو للاخر. لو في افلام انا ما اتكلمتش عنها فقولها لي تحت في الكومنتس، خلينا كلنا بقى نعرف افلام جديده. الناس اللي بتوصل بقى هنا للفيديو يعني انا بتكسف منكم بصراحه، انتوا من الناس القليله، انا بحبكم والله. لو دي كانت اول مره تشوفني بقى وحابب ان انت تشوفني تاني، ممكن تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبك، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده بيساعد جدا وبيوصل الفيديو لناس اكتر. انا علاء اسماعيل نونز موفي هاسلر، موجود على انستجرام، بنزل هناك ترشيحات ومراجعات لافلام ومسلسلات، فلو عندك بقى اي سؤال ابعت لي. اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. سلام.